مهمة برضو اتفضل. يعني يمكن ما اتقالتش ولكن برضو مهم قوي ان احنا ننوه اليها. اتفضل. الشرايح عندنا احنا سبع شرايح. السبع شرايح يعني بيندرجوا تحت ثلاث فئات. الفئة الأولى اللي هي من 0 لـ50 وبعد كده من 50 لـ100، دول شريحتين. اللي أكتر من 100 بيخش يبدأ في الشريحة الثالثة ويبدأ الحساب من أول صفر، يعني من 100 كيلو وات من 101 إلى 200 يعني أكتر من 100 يبدأ الحساب من صفر تاني. لا أنا ما فهمتش، يعني الشريحة الأولى من 0 لـ50 تمام، الشريحة الثانية من 51 لـ100 تمام، يعني لو شحنت لو أنا سحبت مثلا 90 كيلو الـ50 الأولين بسعر اللي هو أول شريحة تمام اللي هي 13 قرش خلاص، يفضل مكمل 90 40 ال 40 دولت اللي هم الشريحه الثانيه خلاص. طب انا وصلت لغايه 100 تمام، يبقى انا كده لسه مستفيد بالايه؟ بالشريحه الثانيه 101، يبقى انا دخلت في الشريحه الثالثه. الشريحه الثالثه بتعيد الاستهلاك او حساب الاستهلاك من اول صفر تاني، يعني لو انا 101 101 دول كلهم بيتضربوا في 27 قرش. أكن شريحة وشريحة وشريحة ثلاث حاجات. بس انا خلاص انا طلعت من اللي هو ايه التشريح الاولاني تمام. اللي هو 13 19 قرش والحاجات دي كلها حلو كده. بيفضل معايا بقى اللي هو من صفر من 0 لـ200 دولت اللي هم ال 27 قرش، يفضلوا معايا وانا ماشي ماشي لغايه ال 1000. يعني لو واحد بيسحب 1000 التكلفه بتاعت الفاتوره بتاعته بتبقى حوالي 800 و يعني قلت 23 او قلت 820 حلو كده. ده التكلفه بتاعته بناء على ايه؟ ان هو بيستفيد من من 0 لـ200 ب 27 قرش. طب واللي فوق ال 200 من 200 لغايه 350 بياخد بيه اللي هو ال 55 قرش، وبعد كده هو ياخد خمسه وهكذا. يفضل ده اللي احنا بنسميه التشريح. كل قيمه على حسب الشريحه اللي واقع فيها. طب انا اخد بالي ازاي بقى كمواطن هنا؟ يعني ازاي هو اعرف انا ما عنديش انا هوضح لك بس خليني اقول بقى الحته اللي انا كنت عايز اوصل لها. اتفضل. لو تعديت ال 1000 بواحد 1001 بيفرق الاستهلاك، لان بيرجع تاني حساب الاستهلاك من اول صفر. يعني يبقى الكيلو الواحد 135 قرش من اول كيلو، انما اللي هو لغايه 1000 لاول كيلو ده بيتحسب ب 27 قرش وهكذا. او بمعنى ابسط، لو انا عديت ال 1000 بكيلو واحد اصبح الفرق حوالي 550 جنيه. ده مهم قوي ان الواحد يخلي باله ان هو ما يعديش ال 1000. يعملها ازاي دي يا فندم؟ أيوة. ده سؤال حلو. يتابع استهلاكه. انا واحد من الناس. طب ما هو العداد مش في البيت، يعني احنا لا ازاي؟ لا انا بالعداد مش في بيتي، العداد في اوضه العدادات الكهرباء دي خاصه بالمكان او بالكومباوند اللي هو احنا فيه. هو سهل. اعرف ازاي انا بستهلك قد ايه ازاي؟ يعني هو اول في حاجه في ابلكيشن بينزل اسمه احسب فاتورتك. احسب فاتورتك ابلكيشن احسب فاتورتك وبينزل على اي الموبايلات الجديده. حلو كده. ده دي حلو. احسب فاتورتك ده بيبقى فيه اول حاجه شرائح الاسعار بتاعتها قد ايه، تحسب فاتورتك ازاي، وبعدين مجرد ان واحد هو نازل وهو طالع كل اسبوع مثلا يصور العداد يشوف هو سحب قد ايه. انا عايز اقول لحضراتكم معالي الوزير نفسه اول ما يطلع بينزل الصبح بيروح مصور العداد. وبعدين تاني يوم يصور العداد. معالي الوزير بيدفع كهرباء برضه. طبعا انت بتدفع كهرباء. اسمع سالتك سؤال مهم جدا. انا انت بتدفع فاتوره قد ايه بالظبط؟ دكتور ايمن اول سؤال سالته له هو حضرتك بتدفع فاتوره كام، وهل يجرؤ المحصل انه يخبط على باب البيت؟ بالعكس والله، على فكره المحصلين جدا هم ناس يعني بيقوموا بواجبهم على اعلى مستوى. يا عيني دول اكتر ناس بنأتاك عليهم. وعددهم قليل كمان.